هناك العديد من مستكشفات الملفات في متجر بلاي، ورغم ذلك يصعب إيجاد التطبيق الذي يناسبكم. ربما يكون بسيط جدا أو معقد جدا أو يفتقر إلى الميزات التي تحتاجونها، ولكن متجر بلاي ليس هو المكان الوحيد الذي يوفر تطبيقات التي قد تناسبكم. مرحبا بكم في فيديو آخر، وفي هذه المرة سأشارك معكم مستكشف الملفات للأندرويد المفضل لدي، وهو مجاني ومليء بالميزات. اسم هذا المستكشف هو Mixplorer، والشيء أو الأشياء التي تجعل هذا التطبيق لا نظير له هو أنه يتضمن جميع الميزات التي سيحتاج إليها أي مستخدم. لذكر البعض منها، يمكن استخدام تويبات لنسخ ملفات من مجلد إلى آخر دون الرجوع إلى الوراء والعودة. هناك بعض أزرار مفيدة في الأسفل للبحث، تغيير أسلوب العرض، إنشاء مجلد أو ملف، تحديث، خيارات ترتيب، واختيار الكل. وعند اختيار عنصر معين تظهر المزيد من الأزرار في الأعلى لمحو، نسخ، قطع والمزيد من المعلومات. وفي الإعدادات يمكن تغيير الكثير من الأشياء حسب ما تفضلون. يمكن تغيير المظهر باستعمال المظاهر الموجودة في الويب أو إنشاء مظهر خاص بكم. يمكن تغيير خيارات العرض وأيضا تكبيره أو تصغيره. يمكن الوصول إلى التخزين السحابي وأيضا القرص الصلب. وفي وضعية الشاشة العريضة نحصل على لوحتين، ويمكن سحب وإفلات عناصر من لوحة إلى أخرى، ويمكن أيضا إجراء عمليات عديدة أخرى إن كنتم تستخدمون صلاحيات الجذر، ما يعرف أيضا بصلاحيات الروت. القائمة للعمليات الممكنة طويلة جدا، سأتوقف هنا. لتحميل هذا التطبيق ستحتاجون إلى حساب XDA، يمكن إنشاؤه مجانا إن لم يكن عندكم مسبقا. بالنسبة لمن لا يعرف عن XDA، هو منتدى مشهور جدا بين مطوري ومستخدمي الأندرويد. رابط التحميل في وصف الفيديو، ويمكن إنشاء الحساب من نفس الرابط عند الضغط على زر التحميل. شكرا على المشاهدة.